السلام عليكم، حياكم الله. اليوم في حلقة جديدة من الأسرع. اليوم معركة فخمة شوي، سباق فخم بين سيارتي اللي معي لليوم مرسيدس بنز AMG G63 2019، وبين صهيب بالبنت اللي بنتيجا V8. أيضا بداية حيضرماكم جدول في أبرز معلومات السيارتين. بعد ما شفت الجدول الآن حنبدأ السباقات. عندنا أول سباق من 0، بعدين سباق من 40، والسباق الأخير حيكون من 60. زي ما حكى كريم، سباق فخم جدا. قبل ما نبلش السباقات الثلاث، بدنا تخمينكم أنتوا المشاهدين. وقف الفيديو، اكتب تعليق مين تتوقع يفوز، G63 ولا بنتيجا V8. وخلينا نبلش السباقات لعيونكم. أول سباق من 0، جاهز يا كريم؟ السباق الأول، خلينا نحط على وضعية السبورت وموطي السيارة على الآخر. تعرفوا الديناميكية الهوائية كتير مهمة، عنده هورس باور زيادة، عزم دوران زيادة، تسارعات من 0 ل 100 نفس التسارع. خلينا نشوف الايروديناميك كم تأثيره على هذا السباق. كريم جاهز؟ أكيد أنا جاهز. حطيت سبورت بلس وحطيت تراكشن سبورت سسبنشن سبورت، جاهز. طيب عندك العد على الهرن. اعطيني ايروديناميك. 180 190 200. صراحة ما شاء الله، صوت الجي 63 اسطوري صراحة. البنتلي مو سامع شيء، ماشي 210 والله مش سامع شيء. انا هلا ماشي 90، اسمع فرق الصوت. العزل خيال بالبنتلي، مش طبيعي، ماشي 210 والله مو سامع شيء. جاهز صهيب؟ جاهز. عندك الهرن 20. يلا تعال عند الهرن. كريم مستحيل الجي كلاس يطلع عن البنت اللي بنتيجا الفي 8. يلا يلا دحدر. يا عليك انسيابية في السيارة، أنا حسيت الجيك قاعد يلعب. كملخص للحلقة،
الايروديناميك عامل جدا مؤثر في عالم السباقات، القدرة الحصانية والعزم مؤثرين، ولكن الديناميكية الهوائية تعتبر عامل أساسي في عالم السباقات. شفتوا البنتلي تفوقت بسبب الانسيابية الهوائية، فازت اليوم. فازت البنتلي بحكم انسيابيتها الأفضل من الجي كلاس، وأيضا اقترابها على الأرض بشكل أكبر، ولكن الجي كلاس كسيارة أوف رود أثبتت أيضا وجودها، وصراحة قوية السيارة ما نستحي فيها. شفتوا تسارعها كيف جابت من 0 ل 100 ومن 0 ل 200. أتمنى يكون عجبكم الفيديو لليوم، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، منتظروا السباقات القادمة، وشكرا جزيلا لكل شخص عمل لايك على الحلقة الأساسية تاعت راس براس، مشان هيك نزلت هاي الحلقة. للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي، السلام عليكم. السلام عليكم.